يحكى أن أحد سراة الجاهلية ووجهائها يقال له عمر بن عمرو بن عداس، بعد أن طعن في السن تزوج ابنة عم له يقال لها دخت النوس. كان عمرو هذا سخيا كريما عليها، يحبها ويحنو عليها، لكنها لم تقنع بحالها. كرهت كبر عمرو وشيخوخته، فقد كانت دائما ما تقارن حالها بحال صويحباتها التي تزوجن من شباب يقاربنهن في العمر، وكانت تندب حظها العاثر الذي جعلها تتزوجه لتضيع جمالها وشبابها في ظله، ونسيت ما يتمتع به زوجها من خصال طيبة ووجاهة وغنى، وأنه كان يحبها ويكرمها. وفي أحد الأيام نعس زوجها فوضع رأسه في حجرها، فغفى وسال لعابه، فصحى على صوتها وهي تتأفأف وتعدد عيوبه التي تكرهها، فسألها: أيسرك أن أفارقك وأطلقك؟ فقالت له على الفور: إي نعم. فطلقها، وكان ذلك صيفا. تزوجت تلك المرأة بعده بشاب جميل المحيا من آل زرارة، لكنه لم يكن يتحلى بصفات زوجها السابق من وجاهة وشجاعة وكرم. وقد حصل في يوم أن أغارت عليهم قبيلة بكر بن وائل، فنبهت زوجها وكان نائما حتى يدافع عنها وعن عرضها، إلا أنه خاف واستعظم القتال فأصابه الفزع ومات في مكانه، فسباها الغزاة. ولكن ما إن سمع عمرو بسبي زوجته السابقة حتى أخذته الحمية، وسارع بإرسال فرسانه ليفكوا أسرها وينقذوها من السبي والمهانة. تزوجت تلك المرأة بعد ذلك بشاب آخر، إلا أنه كان فقيرا لدرجة أنها كانت تشتهي شرب الحليب الذي لم تكن تفتقده في بيت زوجها الأول، بل كانت تشربه بديلا عن الماء في كثير من الأحيان لوفرته. وفي أحد الأيام وبينما كانت واقفة عند باب خيمتها، إذا بقافلة تسد الأفق ببضائعها وإبلها، فسألت صاحب القافلة بعض اللبن من إبله، وإذا بصاحبها زوجها الأول. ما إن رآها عمرو حتى عرفها، فقال لها: في الصيف ضيعت اللبن، فقد أضعت ما كنت فيه من عز وخير، وأسرعت بالزواج بغيري، فكيف أعطيك ما أضعته؟ وذهب ما قاله مثلا يضرب في كل من يضيع خيرا أتاه بسبب طمعه وقلة رضاه. وقد يقال للرجل الذي إذا لم يطرق ماشيته في الصيف فإنه سيكون مضيعا لألبانها عند الحاجة.